ربنا الحمد لله اداله اطال في عمره واداله احسن ختامه انه ما دخلش ما تعبش ما دخ ما ما خدش ما خدش تجربه المرض. وانا اتذكره وانا ادعي له دايما وانا دايما يلا بينا شاكرين يا جماعه. حضرتك في كلام انتشر ان هو كان بيعاني من اي مرض لا ما كانش لا لا ما كانش يعاني. صحته اخر شهر العزاء ان شاء الله يكون ينفع يوم السبت يوم السبت متابع مع الحالات بتاعته يعني. اخر حاجه قالها لك ايه؟ ربنا يرحمه. اخر حاجه قالها لك ايه يا فندم؟ اخر حاجه قالها لك ايه يعني ايه اللقاء اللي دار ما بينكم؟ لا مفيش لقاءات دارت بيننا ما في لان الاستاذ محمد سلطان انا عاصرته في الفتره الاخيره ايام ساعه مرضه الاخير يعني. فربنا يرحمه يعني ربنا يرحمه. بيشتكوا من عدم وجود الفنانين في الفرقه الاهلي بيشتكوا من عدم وجود الفنانين في وداعه. حضرتك تفسر ده ليه؟ لا هو اكيد هيبقوا موجودين يعني احنا الـ الدنيا زحمه وانا يعني انا جاي من زايد لغايه دلوقتي في حوالي ساعه ونص يعني فاكيد في حاجه بتمنعهم يعني بس كله موجود. Thank you.